ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. نخش على طول بقى في الموضوع. وفيديو النهارده من اهم الفيديوز اللي بتجاوب عن سؤال فعلا بيجيلي بشكل يومي وبيجي للكل بشكل يومي، وناس كتير بتروح للدكتورز عشان الفيديو ده. الفيديو ده مش هيكون فيه وصفات طبيعية ولا هيكون فيه حاجة، الفيديو ده من روشتة الدكتور، واستشرته طبعا اذا كان ينفع للكل ولا لأ، وهي خلطة يونيفرسال كل الدكاترة بتاعة الجلدية بيكتبوها لما بتكون في المشكله دي. والمشكله دي اللي هي السواد اللي حوالين البق او الالتهابات اللي حوالين البق. طبعا المشكله دي لازم تتعالج، لان حتى مجرد الالتهابات الخفيفه بتؤدي بعد كده لسواد حوالين البق، وطبعا انتوا عارفين بيبقى شكله مش حلو ابدا وبيبقى صعب علاجه. فالوصفه دي ان شاء الله تفيدكم وتكون حلو. اولا اللي بيميز الوصفه دي انها عبارة عن كريمين بنجيبهم من الصيدلية سعرهم 21 جنيه. والكريمين دول هما أول حاجة بيتا ديرم اللي هو متهيألي ب11 جنيه، والجيرمايسين وده شكله وسعره حوالي 9 جنيه. فيعني الاتنين مع بعض مش هيعدوا 21 جنيه، وإفكتيف جدا جدا جدا، وفعلا كل اللي جربها لقى نتيجة رائعة. أنا لقيت بصراحة نتيجة رائعة، بالذات في تغيير السيزنز والحاجات دي، دايما المنطقة اللي حوالين البق بتلتهب جدا. على حسب وصفة الدكتور هو قال لي إن أنا أخلط الاتنين دول مع بعض، وهوريكم إزاي بخلطهم. طبعا انا بكون ظهري ايدي نظيف وايدي نظيفه ووشي نظيف قبل ما بحط الخليط ده. زي ما انتوا عارفين بجيب جزء صغير من الجيرمايسين بالشكل ده، وهم بيفردوا كويس جدا، يعني هيتوزعوا بشكل كويس، ونفس الكمية من بيتا ديرم بالشكل ده، هما الاتنين قد بعض بالظبط. وببتدي اخلطهم كده بايدي وبحط على المنطقة اللي حوالين بقي. وطبعا المنطقة ما يكونش عليها لا كريم ولا تونر ولا معرفش ايه، المنطقة تكون زي ما هي، وتحطي الخليط ده علشان البشرة تستفاد منه، ويعني يكون في تأثير حلو. الخليط ده بيتحط 3 مرات في اليوم، ومدة العلاج يعني مثلا انت هتحطيهم اسبوع، تعدي الاسبوع اللي بعديه من غير ما تستخدميه، وبعدين الاسبوع اللي بعده، والاسبوع يعني بالتبادل بالشكل ده لحد ما تعدي 3 اسابيع، وتبتدي تستخدميه اسبوعين ورا بعض. بتلاقي فرق رائع بصراحة، بتلاقي فرق رهيب. انا ما توقعتش اصلا النتيجة دي بالكريمين دول، يعني فعلا يستاهلوا ان انتوا تجربوهم، وهيحللكوا ان شاء الله مشكلتكوا. انا اصلا ما صدقت الاقي حاجة اقدر اجاوبكوا على السؤال ده بيها، يعني اول ما عرفت الخليط ده وجربته ولقيته اشتغل عليا، يعني صدقوني كنت عايز اصور فيديو وقتي. هجاوب بقى على كام سؤال كده متوقعهم. اول واحد، لو انتي ليكي سكين كير روتين وعايزه تستخدمي الخليط ده، حطي كريم العين بتاعك عادي، وحطي المرطب بتاعك ابعدي خالص عن المنطقه دي، علشان لما تيجي تحطي الخليط تكون على الجلد مباشره بدون اي حاجه كانت تحته. وحتى لو حطيتي وكريم لمس المنطقه دي بقطنه كده وشويه ميه، بتمسحي المنطقه اللي حوالين بقك وبتحطيهم، علشان انتي لازم كده كده تستخدميها 3 مرات في اليوم على جلد نظيف. تاني حاجه طبعا مش بنستخدمه لو بشرتنا متقطعه يعني متعوره، لو في اي تعويرة او اي جروح او اي حروق طبعا ما بحطش الخليط ده عليه، بستنى لحد ما اخف وبعد كده ببتدي في الروتين ده عشان الاقي فرق كويس وما الاقيش اي اريتيشن حصل لبشرتي. طبعا اهم حاجة والحاجة اللي انا دايما بقولها في الفيديوز بتاعتي بتاعت السكين كير، ان انا قبل ما بنزل الصبح بحط سان سكرين، علشان ده يعني من اهم الاسباب بتاعت غمقان المنطقة اللي حوالين البق، وهو ان الناس بتنسى ان المنطقة دي محتاجة سان سكرين. لان انت حتى لو بتعالجي بشرتك فبشرتك يعتبر يعني معرضة جدا جدا للشمس، فقبل ما ننزل لازم نحط سان سكرين او سان بلوك على المنطقة اللي حوالين بقنا وعلى وشنا عامة، يعني لان ده فعلا بيأثر بشكل سلبي جدا حوالين المنطقة اللي حوالين البق. نصيحة تانية برضو هقولها لكم، ان احنا لما ناكل اي حاجة لازم نغسل بقنا حوالين بقنا كويس جدا، لان دي من الاسباب غمقان المنطقة اللي حوالين البق.
وطبعا بغسله يستحسن مش بصابون، بغسول، لانه طبعا بيكون الطف بكتير على البشره. حاجه كمان برضو بتسبب في المشكله بتاعه الغمقان اللي حوالين البق، وهي غسيل السنان. لما بنغسل سناننا ساعات بتبقى معركه، والمعجون بقى بيبقى حوالين بقنا والكلام ده. طبعا دي من الحاجات اللي يعني بتسود المنطقه دي. وطبعا بهتم دايما بترطيب شفايفي، لان ده فعلا بيأثر. يعني المنطقه دي حتى لما بتغمق بتلاقي الشفايف اغمقت في نفس الوقت، فنخلي بالنا جدا من النقطه دي. وبكده اكون خلصت الفيديو. يا رب يا رب تستفادوا بيه، ويا رب يكون عجبكم، ويا رب تجربوا الوصفه وفعلا تشتغل معاكم، لان انا لقيت تأثير حلو قوي عليا وعلى غيري بصراحه كتير. فان شاء الله ان شاء الله تحل لكم المشكله دي. لو في عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتس وهرد عليه. وما تنسيش طبعا لو الفيديو عجبك تعملي لايك وتعملي شير عشان غيرك يستفيد، او تعملي منشن لحد من اصحابك. ولو عندك اي استفسار او اي فكرة فيديو انت حابة تشوفيها يعني سيبيلي تحت برضو في الكومنتس، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية على خير. باي باي.